حين خلينا نكون مع الشاعر الكبير في عطائه، الهادي في طبعه، يعشق المغامرة لأن مغامر قوافي. نرحب جميعا بالشاعر محمد بن فطيس المري، رقم 38 من قطر. يا هلا فيك يا محمد. بعد هالتعبير الجميل من الجمهور ما عندي شيء اقول لك اياه، بس كل التوفيق ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله. مساكم الله بالخير. مساكم الله جميعا بالخير. بالعاده الشكر دائما في النهايه، ولكن انا بشكركم قبل لا ابدا. أنا أشكر الشيخ محمد بن زايد، أشكر أبو ظبي، لأن أبو ظبي هي اللي صنعت هالجمهور. الضيقة اللي دائما تالي عصير، الضيقة اللي دائما تالي عصير، وش حيلتي وردها لا تجيني. لطال ظل العود حزت عشا الطير، كنها على سجن الحديد تحديني. يضيق صدري كل ما جات واسير، ولا يخفف سوج رجلي حنيني. لحولنا مشراخ ولا اقدر اطير، يالله قسمة خير لا تبتليني. لطال ظل العود حزت عشا الطير، كنها على سجن الحديد تحديني. يضيق صدري كل ما جات واسير، ولا يخفف سوج رجلي حنيني. لحولنا مشراف ولا اقدر اطير، يالله قسمة خير لا تبتليني. وعقارب الساعة توقف عن السير، ولكن في الدوحة سواتي حزيني. لحولنا مشراف ولا اقدر اطير، يالله قسمة خير لا تبتليني. والعبرة اللي تصل الحلق وتحير، يا قربها لو قيل لي يا عويني. أمل شوف الناس ورد ومصادير، واللي يقول اش فيك كنهي هجيني. يعني على ما قيل من باب تصوير، لحدن أبي قربه لحدن يبيني. أمل شوف الناس ورد ومصادير، واللي يقول اش فيك كنهي هجيني. يعني على ما قيل من باب تصوير، لحدن أبي قربه لحدن يبيني. أروح أدور خط ما به دواوير، ودور اللي هادها تهتديني. واخذ مع الهاجوس سجه وتفكير، ودور اللي هادها تهتديني. واخذ مع الهاجوس سجه وتفكير، وراجع اللي فات بيني وبيني. عساي ما قصرت. اروح ادور خط ما به دواوير، ودور اللي هادها تهتديني. واخذ مع الهاجوس سجه وتفكير، ودور وراجع اللي فات بيني وبيني. واحس بذنوبي وادور التكفير، عساي ما قصرت في والديني، وعساي ما قارنت من ينفخ الكير. اخذ مع الهاجوس سجه وتفكير، وراجع اللي فات بيني وبيني. واحس بذنوبي وادور التكفير، عساي ما قصرت في والديني، وعساي ما قارنت من ينفخ الكير. واللي يحمل المسك جعله قريني، ويطري علي يوم الحشر واطلب مجير. ما اعطى كتابي في شقيقة يميني، ويطري علي صدقان كثر الدنانير. اللي تعاديني الى كثر ديني، وراع الهروج اللي سوات المناشير. اصد عنه وادري انهي عنيمي. يطري علي صدقان كثر الدنانير، اللي تعاديني الى كثر ديني. وراع الهروج اللي سوات المناشير، اصد عنه وادري انهي عنيني. الله حسيبه يوم عرض القوارير، والله حسبي من صواب مكيني. ولا طرالي واحد كان صغير، اما صغر بيومين ولا سنيني. دريت وش قومي وعين تفسير، للضيقه اللي من زمن تعتريني. ولا طرالي واحد كان صغير، اما صغر بيومين ولا سنيني.
دريت وش قومي وعين تفسير للضيقة هل من زمن تعتريني حبها بصدري سالفة سر في بير وكان الفؤاد يقول هذا زبيني أشفق على علم يجي منه من غير لا يسمع لي سولفوبه ونيني يا كثرهم غيره ولكن خبر خير ما غير شوفه في الوجود هنيني حبها بصدري سالفة سر في بير وكان الفؤاد يقول هذا زبيني أشفق على علم يجي منه من غير لا يسمع لي سولفوبه ونيني يا كثرهم غيره ولكن خبر خير ما غير شوفه في الوجود هنيني رأي كذا يا عاشقين الغنادير ما له على وجه البسيطة وزيني العام أجيهم من حساب المسايير واليوم حال عداي وينه ويني خطاي تعليق الأمل هالمدابير إلين راح وشفت حقري بعيني صبر جميل وخابرنها مقادير والله على تخفيف حزني عويني ذي حالتي لين تغب الشمس واصير معطن صراحي عقب ما ناسجيني ولم تلا جوف الشجر بالعصافير طلبت من رب العباد يهديني يعتقني المذنب عقب ضيقة عصير اللي على سجن الفراق تحديني أحسانك يا محمد.